بجد صدمني النهارده باسعاره. العبايه من اول 130 جنيه وعامل لكم عرض جبار يوم الجمعه، شغل لوكسيات وحطوا تحت لوكس دي 100 خط يا جماعه، الشغل لحد 4 و5 و6 اكس، شغل الجديد الخامات التيك توك والحرير والجاكار والكربات، شغل مقاسات عاديه وخاصه وملاحف وشغل قطعتين، كل ده النهارده كان ب 1000 وب 1200 وب 900 وب 800 نازل حرفيا لنص الثمن. العرض ده هيكون يوم الجمعه الجايه ان شاء الله من اول 7 الصبح حتى نفاذ الكميه. شوفوا الفيديو من اوله لاخره لان فيديو النهارده كله للعروض وبس، اي قطعه هنعرضها النهارده في الفيديو على خصم، في حاجات نازل على خصم زي ما قلت لكم لنص الثمن، وفي حاجات نازل على خصم 100 جنيه و50 جنيه و80 جنيه. العنوان في اخر الفيديو ولينك التليجرام اول تعليق، وعلى بركه الله نبدا الجو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. الاخلاص بيقول ايه يا محمود؟ الاخلاص بالفضاء ومجهول صلى الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. شارع الشواذلية عمارة العوامري جنب مول القدس، الدور الأول والدور الثاني. تمام، العنوان بالتفصيل هتلاقوه متصور في نهاية الفيديو. تمام، عندي حاجة زي كده، بصوا لي كده، بصوا الجمال، حلوة الحتة دي. هذه الموديل الثاني، دي مقاس واحد يا محمود تلبس 85 90، في منها 100 كيلو تلبس لحد 100 كيلو. ده أصغر مقاس فيها. اه قلنا سعرها كام دي يا محمود؟ ب 130 جنيه العباية النهاردة، على 130 جنيه حلوة، ب 130 جنيه يا جماعة العباية. تسلم ايدك. تمام، رسوماتها كلها موجودة. بتيجي على ايه وعشان نجيبها على ايه؟ بصوا كده. تمام، عندي حاجة زي كده، بص دي برضو مقاسات كبيرة ستيكول، دي مقاسات خاصة. كام برضو؟ 390 حلوة دي، دي كريب يا محمود. كريب يا باشا. تمام، مقاسات خاصة حلوة. بصوا اللي جاي دي برضو، الله حلوة دي يا محمود، تحفة. تمام، كلوش ب 600 جنيه ولا ب 550 جنيه؟ النهارده اقول لك ب 400 جنيه بس. ب 400 جنيه؟ ايوه، جميع الوانها برضك موجوده بمقاساتها على 400 جنيه بالوانها. تمام، كميه الوان منها هي يا جماعه، بصوا الوانها قد ايه؟ الوانها يا باشا كتير، كل دي الوان. تسلم ايدك. تمام، كل ده على 400. الله حلوه الحته دي، ده جاكار دي ولا ايه؟ حاساها شتوي. اه محمله، عامله زي الجاكار بالظبط. حلوه دي، 450 جنيه بس. دي معانا النهارده على 450 جنيه، ومقاسات كبيره برده بالوانها يا جماعه على 450، وتنفع مناسبات فيها لمعه حلوه، وتنفع امهاتي برده الوانها غوامق حلوه. بصوا برده دي، حلوه دي، دي حزام مروه. تمام، تمام، 600 جنيه النهارده، نقول لك ب 350 جنيه، ب 350 جنيه. اه هنعمل عليها عرض النهارده ب 300 جنيه بس، دي برضه ب 300 جنيه النهارده يا جماعه لحد 4 اكس يا محمود، ب 300 جنيه لحد 4 اكس. حلوه دي. تمام، بصوا اللي جاي ده، ده شغل براندات ده يا جماعه، حلوه دي. شغلك 600 جنيه و550 جنيه و400 جنيه و300 جنيه كمان. قول لي النهارده ب 270 جنيه، ب 270 جنيه، دي النهارده على 270. حلوه دي ب 270 جنيه. تسلم ايدك ب 270، والله حته الشاكه يا محمود، وسعرها حلو. مقاسات ولا مقاس واحد؟ مقاسات يا باشا، مقاسات والوان. في منها الاسود والالوان. تمام، بصوا دي برده حلوه دي، والمقاسات لحد 4 اكس يا جماعه، 390 جنيه، ب 390 جنيه. حلوه الحتت دي، 390 جنيه الشياكه دي. الاسعار دي نقول له عاملينها من الاخر. تمام، 390 كل الشغل الحلو ده. لا اله الا الله، بص دي، دي كانت ب 600، 470 جنيه بس، ب 470 حلوه دي، على 470. عايز اقول لكم قصر وشكلها قمر على 470. تمام، بصوا دي برده حلوه دي، بكابيشو والشغل اللي هو السيناوي من فوق، ب 600 جنيه، والمتابعين ب 490 جنيه، لحد 4 اكس يا محمود، على 490. والله الحته دي فخامه يا محمود، على 490 شكلها حلو، ودي برده حلو. الله، ده بالوان من قدام مشكله يا جماعه، اشكال كتير. 460 جنيه دي برده، ب 460، وكل ده لحد 4 اكس على 460، 480 جنيه، 480. دي جاكار في حرير، شجار في حلوه. تمام، عندي حاجه زي كده 480 جنيه، تقطيع ليزر، تقطيع ليزر 480، الخامه بتاعتها كريب حلوه، 450 جنيه يا غاليه، دي برده 450. بص كده عامل ازاي، بصوا يا جماعه شكلها حلو قوي. تمام، تسلم. الله، ايه الحلويات دي يا محمود؟ ايه الجمال ده يا محمود؟ بكام؟ 650 جنيه النهارده، 380 اللي صلى على ب 380 جنيه. استنى ورينا بس، ده تحفه دي النهارده على 380 جنيه، ده بالكلوش رزق اللي يلحق من الشغل ده. تمام، تسلم. قلنا العبايه بادئه من 100 وكام؟
130 جنيه. من 130 جنيه العبايه كده. بص دي برده 350 جنيه. ب 350 جنيه طبعا. حلوه دي. امهاتي برده 350. ده حرير اللي فات ده. حلوه دي. اسمها كيداو. اه كان ب 600 جنيه والنهارده 370 جنيه. 370 الشغل كله حرق اسعار. 370 عشان خاطر يومات مكه. 350 كمان لكل حبايبنا. كل ده على 350. تسلم. تمام ب 350. الشغل ده كله حرق اسعار عند الاخلاص. احنا موجودين في القاهره العتبه شارع الجيش دخلت الشوازليه عماره العمري اللي جنب مول القدس اول دور في الوش. تمام 550 جنيه. 580 جنيه بس النهارده ب 480 جنيه. حرير ترندات يا جماعه على 480. حلوه زي كده. الكل كانت عامله 610 والنهارده 350 جنيه. كل ده حرق اسعار ب 350. حلوه على 350. واحدة خليك معايا كده. 350. بصوا اللي جايه دي ب 350. 350 جنيه. حلوه دي على 350. لا اله الا الله. الناس اللي بتحب الالوان. 600 جنيه. كانت ودلوقتي 350. دي كريشه ولا ايه؟ كريشه. 350 كريشه. حاجه زي كده 450. دي جاكار برده في حرير ب 450 واخده كنار من تحت. تمام. جنيه بس. بصوا الله حلوه دي. دي ب 350 جنيه النهارده. حرير برده يا جماعه على 350. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. العنوان زي ما قلت لكم بيبقى متصور في نهايه الفيديو. اقرب مترو مترو العتبه. انزلوا اسالوا على شارع الجيش دخلت الشوازليه عماره العمر اللي جنب مول القدس مكتب الاخلاص يا جماعه ومحمود الطبيب. بصوا حلوه دي كام؟ 420 جنيه. ب 420. حلوه. والمقاسات حاساها كبيره بتاعتها. 420. الله ده يمشي درس. ده برده 420 عباية ودرس. ده 420 مقاسات والوان زي كده. بصوا دي كباسيه كام برده؟ 350 جنيه بس. ب 350 جنيه. حلوه دي 350 جنيه. حته حلوه برده على 350. لا اله الا الله. سيدنا نبينا محمد رسول الله. 350 جنيه. اه ب 480 جنيه بس. ب 480. ملحفه على 480 جنيه. حلوه الحته دي. كامل اخر الفيديو عشان في عرض يوم الجمعه فقط لا غير. بقى يوم الجمعه. وهعمل لكم بيه بس مباشر على الفيسبوك. بص يا غالي عشان حبايبنا بتوع الفيسبوك. خليك معايا كده. بص اللي جاي. الحاجه بتتباع ب 600 جنيه. استنى لي بس لما اجي لك. بص الكم انا عايزاكم بس ايه تتفرجوا على الكم. اتفرجوا على الموضوع شكله تحفه. كانت ب 600 النهارده ب 450 جنيه. حلو الحته دي على 450. حاجه زي كده بتاعت لها. الله ده ستان في حرير. الاثنين احلى من بعض يا محمود. ده تحفه. 480. حلوه دي. المقاسات لحد كام فيها يا محمود؟ المقاسات لحد 4 اكس على 480. تمام. وحيد الله. لا اله الا الله. بص بص الحته دي حلويات والله. رزق اللي يلحق منها. والنهارده ب 380. دي حرير 380. مقاسات لحد كام؟ لحد 4 اكس 380. تمام. حلو قوي. بص يا غالي. بصوا اللي جاي. حلوه دي 380 جنيه. 380. تعالوا نقول له ايه؟ اه تمام. تسلم ايدك. الله حلوه. 380 جنيه. دي برده ب 380 جنيه. حلو العرض بتاع 380 ده. بصوا اللي جاي. دي جاكار برده في حرير. كام النهارده؟ 350 جنيه بس. 350. طب والله حلوه. العبايه ب 350 جنيه يا بلاش النهارده. بص يا غالي. تمام. 450 جنيه. 450. تلبيس برده لحد 4 اكس صح؟ 450 على 450. تسلم. حاجه زي كده. حلوه دي 350 جنيه. دي برده 350. 350. دي تعتبر طبقتين على بعض اللي هي الشيفون مبطن. 350 جنيه برده. دي برده 350. تمام. 350 جنيه. 350. تسلم ايدك. حاجه زي كده. منها لونين. في اللونين. بكم؟ ب 250 جنيه العبايه لحد 4 اكس على 250. حلوه. نكمل مع بعض بقيه الشغل. نكمل مع بعض بقيه العروض. احسن جوده واللي يجي يلبس خليجي واللي يجي على العرض هيهز الارض. بامر الله. بامر الله. لا اله الا الله. بص كده الست الكل. بص. بنبيعها ب 650 جنيه. والنهارده. 550 جنيه بس. ب 550. طب اقف دقيقه بس رفع الاذان. بصوا معانا الحته دي برده. حلوه دي 550. دي برده ب 550 جنيه. دي كريبات حاجه محترمه بره تلاقوها اكتر من كده بكتير على 550. بص يا غالي حاجه زي كده. بص دي حرير 350 جنيه. دي 350 يا جماعه. السيلفر والجولد بتاعها 350. دي حرير برده يا جماعه. المقاسات كلها لحد 4 اكس.
لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. جيب 400 جنيه بلسي. تمام اه ما انا عارفه بتبقى واخده قماش كتير على فكره البلسي ما شاء الله. تمام بصوا دي برضو حلوه دي واخده برضو من نفس التطريز من ورا ومن قدام حلو. كام النهارده والطرحه قول لي؟ 890 ده شغل اللوكس. انا حابه اقول لهم ان احنا عندنا عبايات كل الفئات الهادي والوسط واللوكس. بس عايز اقول لهم ان الطبيب بيبيع اللوكس بسعر الشعبي. خضتني طيب نعملها بكام يا قول لي؟ 500 جنيه بس. 500 جنيه مكتوب عليها من ورا هي يا جماعه. بصوا مكتوب 890 500 جنيه. معلش اديني الظهر اوريهم حاجه يا محمود. بص يا غالي بصوا من ورا مكتوب 890 يا جماعه هتتباع النهارده ب 500 جنيه عرض لكل المتابعين. بص اللي جاي النهارده كله عروض. الفيديو كله عروض وشغله لوكس بسعر الشعبي. بص دي كوريشه حلوه وجديده لحد 4 اكس. لا اله الا الله. بصوا الجمال بالوانها حلوه. كام ب 750؟ هنبيعه بكام طيب؟ ب 500 برضه. كل حبايبنا النهارده ب 500 جنيه حلوه. وكل المقاسات لحد 4 واللي عايز مقاسات خاصه موجود. بص اللي جاي برضه حلوه ده شغل فرفشه حلوه حلوه بجد. تمام والنهارده ب 500 جنيه. ب 500 سعرها مكتوب على الشماعه 800 النهارده هتاخدها ب 500. حلو اللي هيجي تبع القناه ويقول جاي تبع العرض هياخدها ب 500 جنيه. بص الشغل ده لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. بص كده الجمال حته فخامه 500 جنيه دي برده ب 500. طب والله حلوه على 500. تسلم يا محمود. تمام بص يا غالي عندي حاجه زي كده بجميع الوانها. دي بالوانها كلها بص كده انت عامله ازاي. تمام حلوه دي برضو. وادي الوانها يا جماعه الوان كتير يا غالي اهو. شايفه البيج والكافيه والكشمير فاتح وغامق كله ب 550. دي برضو حرير يا جماعه على 550 جنيه حلوه. تمام تمام عندي حاجه زي كده. بصوا دي برضو دي برضو ب 550 مقاسات خاصه على 550 حلوه. تمام دي كريب بقى يا محمود اللي فاتت دي. اه تمام. طب بص كده الحلويات دي اللي جاي كوريشه في حرير. بص كده بصوا دي كوريشه في حرير هنعمل لها عرض كام؟ 480 جنيه بس. 480. طب والله حته حلوه والاسود ثابت واللون التاني ده اللي بيتغير على 480 حلوه قوي. تمام وتلبسها محترم. في منها البيج والكشمير برده والزيتي والوان تانية حلوه دي. ده كوريشه في كوريشه مضلع. كوريشه في كوريشه مضلع وملسع ب 550. جميع الوانها موجوده. الوانها كلها متاحه يا جماعه على 550. تمام بص الحلويات الله حلوه دي. شايفه الظهر ازاي والظهر واخد بنده من ورا برده كده. طب بكام غاليه؟ طب بكام والنهارده؟ 550. ب 550 جنيه. حلو ده على 550 كله لحد 4 اكس يا جماعه. ركزوا في المقاسات. والشحن من كام قطعه يا محمود؟ الشحن يا باشا فيه من 3 قطع. من اول 3 قطع. الكل بيبعت لي فلوس على فودافون كاش. اه ما ازاي السياسه العاديه بتاع كل المكاتب. واخد بالك من الكلام؟ تمام. فيسبوك يا جماعه يا باشا على المقابل. انا ما بشحنش على مقابل خالص على الشركه. تمام. فلوس على فودافون كاش ويبعت لك الحاجه الشغل. اشتغل يوم يكون عندك. تمام حلوه الحته دي. بصوا الجمال تحفه. بص كده بكام؟ بص مكتوب 580 هنبيع كام؟ ب 550. ب 550 بدل 580 حلوه. تيجي من غير الفيديو هديلك ب 580 جنيه عشان الكلام واضح وصريح. تمام حلوه. تسلم. ده بيجي منه الوان فضي اسود وذهبي. فضي اسود ذهبي وشايفه كمان منه الفاميل اللي هو اسود على فضي ده. بص دي برده. سكت خامه بس كده بعد اذنك. بصوا كده انا كده بص على النبي خامات حرير تحفه. النهارده كام؟ 530 جنيه. 530 حرير في الستان على 530 جنيه. كل دي عروض واسعار لكل متابعين مكه. هنلف معاكم ونروح مكان تاني برده ونكمل بقيه عروضنا. ايه الحلويات دي يا محمود؟ بص يا باشا بص الشغل. عايز اشوف السعر الاول. السعر كام اصلا؟ 780. هناخد ده بكام؟ ب 500 جنيه. حلويات. طب وريني وش واحده ياخدوا عليها سكرين. دي النهارده معانا على 500 جنيه. الظهر مطرز اهو يا جماعه على 500. ده كله حرير الوان. تسلم ايدك. تمام ب 500. بص برده ده موديل تاني. الله حلو ده. شكله تحفه. اه الاستك والعادي المكسر. ب 550 هم موديل واحد بس الكم فيه استك وفيه اللي هو العادي. تمام لا اله الا الله. الله 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 السواريه ده احنا اشتغلنا بتوع سواريه يا محمود كمان. دبل كلوش ستان قمر. عامله 650 جنيه. ب 650 جنيه ستان دبل كلوش حلوه دي على 650. الوانها كلها متاحه. بص درجات الوان. انا عندي كل باكيه مخصصه لحاجه. اه يعني كل باكيه فيها حاجه. تمام بص يا باشا والشغل كميات بالوان. خش لنا انت لجوه يا محمود وقت. بصوا الستان القمر ده سوري ده تيك توك. اه تيك توك. تيك توك خامه محترمه.
زهرة الخليج. تمام حلو. 610 دي النهارده معانا على 610 يا جماعه. ب 610 بتضرب بعدها بالمصنع ده. تمام. لا المصنع ده فخامه على 610 هندمر اكتر ما هما بيدمروا. تسلم ايدك. تمام على 610 حته حلوه قوي. هو اللي كسبان. تسلم. الواننا برده كلها متاحه. الوان ومقاسات. تمام. من 2 اكس ل 4 اكس لحد 4 اكس. ارجع لنا كده يا محمود. بصوا الجمال والفخامه. عبايات تحف. امهات اللي عايز يجيب لعيد الام من دلوقتي قبل ما الحاجه تغلى. بص الكم من هنا 730 جنيه. دي ب 730 يا رزق. رزق العروسه ورزق الامهات. شو ده كله؟ ده رزق ليه شو ده؟ كمان كام يوم تلاش الاسعار. خلاص الاسعار كلها عشان البنزين بقى. كل سنه وانتم طيبين بقى. الاسعار خلاص كده. عندي حاجه زي كده. بصوا دي برده قطعتين 680 جنيه ب 680 600 جميع الوان. حلوه ب 680 الواننا كلها متاحه. كشميرات وبيج وكله. واحد الله لا اله الا الله. عندي حاجه زي كده غاليه. بصوا دي برده عامله ازاي. حلوه دي زراير تفاح امريكاني. تمام مفيهاش غلطه. كام النهارده دي؟ كام استكول؟ كان ب 730 جنيه. وهنباعها بكام للحبايب؟ 650 جنيه. 650 حته عمليه حلوه قوي. 650 غاليه. تمام. بص الدرس القمر ده. الله الستان وجمال. لا بص الكلوش قد ايه. بصوا مش جاي اصلا. مش جاي في الباكيه ما شاء الله كبير قوي. كام النهارده ده؟ 630 جنيه. 630 حته فخامه على 630 جنيه. تمام. تاخدوها كمان في قرايه فاتحه في حنه في عزال. شكله شيك جدا وتستخدميه تاني يعني كخروج عادي. بصوا كده ده الخليجي. بص كده حلو. حته رايقه حلويات. القم ايه؟ ستان. ستان. قم ستان 650 جنيه يا باشا. ب 650 برضه. 650 جنيه. حلو ده على 650. تشكيل ما شاء الله. لو قعدنا يومين نعرض مش هنخلص. ودي الزراير دي عايز اقول لك ترند ومستمره. لانها حته عمليه وشكلها شيك. انا ما بخافش منها. اه شغاله على طول. تمام موجوده دايما على طول. ما ينفعش تخلص من مكان. تمام. وكام النهارده دي؟ 650 جنيه بس. 650 مقاسات. لا وجيوب كمان فيها لزقه وبتاع. تمام. بص يا باشا الجاكار. امهاتي وليدي. بصوا الشغل دي كل ده النهارده ب 650 جنيه. شغل مدامتي وامهات وشغل حلو. جاكار. الناس اللي تشوف الفيديو تسعى في الوقت. واخد بالك من الكلام. تمام. المكتب تنورنا حتى لو مش الشير يجي يتفرج على الاسعار والعروض دي كلها يوم الجمعه ان شاء الله. واخد بالك بامر الله. تمام. بص يا غالي عندي حاجه زي كده 670 جنيه. دي ب 670 حلو قوي. دي برده على 670 جنيه. شغاله شغل الله اكبر عليك ما شاء الله عليها. تمام 670 برده. دي ناس بتكرر معانا برده. بتتكرر في موديلات كتير بتتكرر معايا. تمام. بص دي 50 جنيه. دي ب 650. اه دي قطعتين بيزك بالجاردن. تمام 650 الوانها موجوده بقى. لا وعاجبني قوي ان انتوا بتعملوا الالوان اللي هي مطفيه تنفع مدماتي وتنفع خروج عادي بالنهار. مش معنى ان هي سيليكون كلها تبقى سواريه. لا بص حاجه زي كده حلوه. دي برده 550 جنيه. بصوا الجمال. دي ب 550 جنيه برده حلوه. والكم مفرغ 550. واي زبون جمله يا باشا. اي زبون جمله. تمام بردك ليه كراميه بردك من عندنا وهنروق معاك الكلام. بيبقى له بيعمل له برده خصم على الفاتوره مش على كل قطعه. لا ما بيعمل فاتوره حلوه بيعمل له عليها خصم. على كل قطعه بردك هنعمل معاها كل قطعه. تمام تسلم ويسلم ذوقك يا محمود. تمام بص دي برده حلوه 700 جنيه. دي النهارده ب 700 جنيه بالوانها حلوه. بالوانها على 700 تمام. عندي حاجه زي كده استكول. بصوا دي برده حلويات. دي 730. بص استكول بكام بقى؟ هي ب 770. 770 جنيه. هنعملها احنا ب 730 جنيه لكل حبايبنا. تمام يا غالي. تمام موديل حلو ولسه جديد ده برده. تمام عندي حاجه كده. بصوا دي الموديلات الجديده ب 680 برده لحد 4 اكس برده ان شاء الله. كله لحد 4 اكس يا غالي. واحد لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. حلوه دي. بص الكم مش عاجبني بيخلص بيقول لك صلى على النبي. الكم مدور وشكله قمر ازاي. 580 جنيه. ب 580 اتحدى اي زبون. طب والله حلو قوي. اتحدى بالتشكيل 580. لا انا عندي تشكيل برده اقول لك تشكيل واسعار. اه في الاثنين بصراحه. 130 جنيه. ومش عايز برده فاهم الناس لان الشعب. لا انا الراجل ما بيبيعش. لا عندنا حاجات بالوفات كمان. واخد بالك استكول. تمام 580 جنيه. 580. بص استكول. تمام عندي حاجه زي كده 730 جنيه. ده 730. ثلاث الوان. اللون ده اللي بيتغير. تمام فضي ذهبي اسود. بص يا ست الكل الفيديو النهارده حلو قوي بصراحه. 780. بص يا كلوش من تحت كده زي ما انت شايفين زي الخليج. 50 جنيه. يعني ب 730. 730 حته فخامه حلوه ساده سيمبل خالص.
تمام وتنفع منتقبات لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. بصوا الجمال اللي جاي ده عامله 750 جنيه دي 750 600 جنيه بس يا باشا هتبقى ب 600 600 جنيه لاحظوا بس الخصومات اللي شغاله دي النهارده هتبقى جنيه. ب 600 تسلم ايدك 600 على 600 لا اله الا الله. بص يا غالي كملوا الفيديو يا جماعه معانا لايك وشير لكل اللي انتم شايفينه ده. بصوا بصوا الملاح حلوه الملحفه دي برضه كده مشوها از ده الملحفه حلوه وخامتها طريه حلوه تمام 150 والحبايب انا عارفه ان مش هتديها لهم بكام يا محمود بكام اه واحد لا اله الا الله انا كل سنه بقول لك اللي تقول عليها بيع بيه بس لا لا عندي محدوده والله العظيم لا حرام ما اظلمكش لا بص يا والله ما اظلمك ابدا انت اضرب شغلك بفضل الله بفضل الله كميه محدوده يا جماعه انا ما ازعلش زبوني انا عندي اكتر من 100 حته تمام موجود يجي 100 قطعه هنعملهم ولا وبراند تعالى لي بس كده البراند بتاعها في القمة اهو بص يعني براند مش حاجه شعبي انا بفضل الله ما بحش شعبي لا قول لي كام قول لي بكام تمام استكل 450 كويس استكل 450 والحبايب مكه ايه ب 250 جنيه انا قلت كده هيعملها لي عرض حلو ب 250 ملحفه قمر ب 250 جنيه يا بلاش بصوا كده يا جماعه ب 250 كل ده النهارده ب 250 ملاحف براندات ب 250 جنيه حتى البراند على الكم اهو كل ده ب 250 قلت لك الاسد يمرض ولا يموت تمام كل ده ب 250 جنيه 250 جنيه حتت فخامه يا جماعه براند على 250 جنيه النهارده يوم كله عروض بفضل الله اليوم كله من اوله عروض اقوى وانا من ده بكتير بس بامر الله دلوقتي ده هيبقى يوم الجمعه فقط لا غير كملوا الفيديو للاخر ولايك وشير بالله عليكم هنبدا بعرض يوم الجمعه قلت لك يا باشا عرض يوم الجمعه قبل صلاه الجمعه تمام شغال استكل تمام شغال معانا من الساعه 7 الصبح لغايه الساعه 1 الظهر او حتى نفذ الكميه او حتى نفذ الكميه تمام طب وحد الله لا اله الا الله بص يا غالي ده عرض يوم الجمعة يا جماعة 550 جنيه كل ده ب 550 حلو كل ده على 550 الحاجات دي كان أسعار أغلى من كده بكتير استنى لي دي هتبقى ب 550 جنيه في العرض يا جماعة ده حتة فخامة والله عرض يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة كل ده ب 550 يا بلاش والله تحفة 550 جنيه كمل معانا كل ده 550 حلو 550 جنيه كل ده ب 550 جنيه 550 جنيه تسلم ايدك تمام عرض الجمعه 550 كله ب 550 حاجات قطعتين كانت ب 700 جنيه و 800 جنيه نازله معانا ب 550 جنيه ده عرض جبار ما يتعوضش يا جماعه لا استنى لي استنى استنى لي بس هبدا لك بيجي كده ريلز ابدا لي افرج يا محمود الكم اهو يا غالي كل ده معانا النهارده 550 جنيه الخامه تيك توك الجمعه قبل صلاه الجمعه يا غالي 550 تمام النهارده 24 ولا 25 10 النهارده 24 صح ان شاء الله يبقى الاربع ايه 25 26 10 يا جماعه أوه. الجمعه 26 10 العرض ده ب 550 جنيه حلو ده بصوا اسود والوان ومقاسات خاصه كله ب 550 جنيه بصوا كمان الخامه دي يا جماعه الكريشه ب 550 جنيه يا بلاش والله وارجع بهبتي كله ب 550 رزق اللي يلحق من العرض ده والله العظيم يا جماعه الشغل ده كان فيه حاجات ب 700 و800 دي ب 550 حلوه تمام عرض جبار تعالى لي بس تعالى بالبراندات كل ده ما فيهوش غلطه ب 550 حلو رزق اللي يلحق وعندنا عبايات من اول 130 جنيه 550 ده حرير بقى ده شغل لوكس كله ب 550 قلت لك انا مش عايزه العرض ده من 7 الصبح لحد نفذ الكميه 550 جنيه حته فخامه بص اللي جاي كل ده ب 550 550 وطرحته يا جماعه على 550 بقول لك ايه بقول لك ايه بص تعالى لي بس تعالى استنى لي بجي يا محمود استنى ارفعهم لي بس كده 550 جنيه العرض ده كله هيبقى يوم الجمعه على 550 اي قطعه منهم يا جماعه شغل 550 جنيه عرض يوم الجمعه قبل صلاه الجمعه 550 جنيه 550 جنيه عروض كتير قوي يا جماعه على 550 بص كده ام 900 جنيه دي اللي كانت ب 900 النهارده ب 550 جنيه رزق اللي يلحق يا جماعه 550 جنيه يا بلاش والله العظيم التشكيل كبير وفي كميه محترمه بس تعالوا بسرعه بصوا الجمال بص يا باشا 550 الله 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 هتختار اه الخامات التيك توك والكريشه والحرير كله موجود على 550 قلت لك بيبيع بايه هقول لك ب 550 جنيه بص ده تيك توك من ده مش كل اللي طلع على اليوتيوب وفعلا صاحب مكتب هيعرض شغل 550 تيك توك يا غاليه تيك توك يا جماعه ب 550 الخامه الجديده وبرده المقاسات لحد 4 اكس استنى 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 ايه الحلويات دي استنى لي بس يا محمود ارفع لي كده بالوانها بصوا كل ده النهارده معانا على 550 جنيه استنى لنا كده 550 عايزك تاني تمسك اعصابك شويه كده كل ده ب 550 تمام بص على 550 جنيه
يا بلاش بالوانها يا جماعه. قلت لك كلمه حسادة الكبيره امهات 550 جنيه حرير يا جماعه امهات وكريب امهات يا بلاش 550 جنيه كله على 550 العرض جبار جبار بتاع 550 550 جنيه استنى بقى ده تيك توك برده 550 حلوه بص كده تعالى لي تعالى 550 جنيه 550 قطعتين اهي يا جماعه 550 550 الجمعه اللي هو 26/10 يا جماعه 550 جنيه غالي بيفتح من 8 الصبح او من 7 لحد الساعه 10 بالليل بس العروض دي حتى نفذ الكميه يوم الجمعه 550 كل ده ب 550 عرض جبار 550 والله كل ده ب 550 حته فخامه النهارده 550 اهو تسلم 550 بصوا الجمال على 550 شفتوا جمال زي كده كل ده بمقاسات حلاوه زي كده عرض الجمعه الجايه يا جماعه 26/10 من 7 الصبح حتى نفاذ الكميه بص العروض ما تخلصش عشان ما نقولش موديل ولا اتنين لا كل دي موديلات وكلها حرير وتيك توك وستان وكريب وجاكار شغل كتير بص يا غاليه بص 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 كده بص كده تمام الله بص الكم اصلا بص كده بص الجمال 550 ده جنب 1000 جنيه يا باشا 550 تمام النهارده 550 عند محمود الطبيب تسلم ايدك تمام 550 اهو ده الموديلات كتير ده ما شاء الله كميه يا محمود محدش قال انا بص بص كل ده 550 جنيه بالمقسم بتاعها تسلم ايديك بص كده بص كده بص تعالى لي تعالى يلا افرد افرد لونين يا محمود ايه ده بص كل ده ب 550 جنيه النهارده 550 جنيه عرض الجمعه 26/10 ما حدش يجي قبل كده العرض ده يبقى يوم الجمعه بيفتح من 8 الصبح اهو بص كده كل ده ب 550 الله الله حلوه 550 جنيه عرض الجمعه 26/10 من 7 الصبح حتى نفاذ الكميه 550 جنيه التيك توك يا جماعه 550 550 الخامات الجديده والموديلات الجديده كل ده ب 550 قلت لك اوعى تدعله لا تقعد تزعله قلت لك اللي هيجي يلبس خليجي 550 كل ده ب 550 اهو يا بلاش والله العظيم النهارده عرض جبار طب بص كده بص كده بص كده 550 جنيه بص حد قال انا الله 550 على 550 حد قال انا قلت لك ايه يا بخت اللي يلحق هيجي على العرض هيهز الارض يا بخت اللي يلحق العرض ده يا محمود تسلم ايديك بص يا غالي بص يا غالي ايه ده بص بص 550 جنيه ما شاء الله انت عامل عرض جامد من المره دي 550 جنيه 550 بصراحه سبحان الله لا اله الا الله 550 ده قطعتين روب قطعتين كارت جنب البيزك ب 550 550 جنيه تسلم ايدك يا محمود عايز انا في الحضره شارع الشواذلي عماره العمر جنب مول القدس تسلم ايدك مكتب الطبيب يا جماعه ومكتب الاخلاص عايز اقول لكم خلص جوله النهارده من عند الاخلاص العنوان بالتفصيل هينزل لكم اتصور في نهايه الفيديو هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق والارقام موجوده طول عرض الفيديو على الشاشه بحبكم في الله اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله هنيجي بقى لعنوان يا حبايب قلبي احنا واقفين فين احنا واقفين في شارع الجيش هتنزلوا محطه مترو العتبه وتدخلوا شارع الجيش شارع الجيش اللي على اوله كوبري الازهر اللي انا عملت لكم عليه زوم ده هتمشوا مسافه صغيره ما فيش 30 40 متر هتلاقوا محمد حسين بتاع اليميش الشارع اللي جنبه ده على طول اسمه دخله الشواذليه الدخله دي كمان بتوصلكم على مول القدس وهوصلكم لحد مكتب محمود بالتفصيل هنفضل ماشيين في الشارع ده زي ما انتم شايفين كده الشارع ده هتلاقوا بقى ملابس بيتي على اطفال على مفروشات كل حاجه هتشوفوها معانا هنفضل مكملين في الشارع ده زي ما انتم شايفين كده هتلاقوا محل المفروشات ده كده هنكمل بعده كمان وهيقابلكم كمان قمر على شمالكم عملنا منه كذا جوله حلوه جدا للكاجوال واسعاره حلوه هنفضل ماشيين لحد العماره اللي في الوش دي وندخل من ممر اليمين ربنا يجعلنا من اهل اليمين ممر اليمين ده على اوله ده مكتب كل يوم جديد بتاع الكاجوال انا بديكم علامات مميزه هنطلع كده من الممر ده الممر ده فيه الحاج صلاح درغام عملنا منه جولات حلوه برده هنفضل مكملين بعد الممر على طول لا نحو الشمال ولا يمين هنعدي كمان كده زي ما انتم شايفين على اسيا كيدز اسيا كيدز اللي على شمالنا ده قدامكم الاطفال ده عملنا منه فيديو حلو قوي ولبس حلو جدا هنلاقي بعد مول القدس هنكمل بعد مول القدس البوابه الاولى وادي البوابه الثانيه وهنكمل بعدها على طول مش هنحود بعد مول القدس على طول عماره العوامري هتلاقوا مكتوب ممر تجاري هندخل في الممر ده زي ما انتم شايفين كده انا بوصلكم لحد المكان بالتفصيل هندخل في الممر ده وملناش دعوه باي مكاتب خالص هنلاقي المكتب بتاع الاخلاص بصوا حماصه واقفه على الباب ده المحل تحت بصوا زي ما انتم شايفين كده هتيجوا للحج هيطلعكم كمان لحد فوق حابين تطلعوا كمان لمحمود ده المكتب المحل تحت اهو وهطلعكم كمان المكتب لحد فوق هنطلع مع بعض كده للدور الاول علوي بصوا كده اطلعوا على السلم هتلاقوا اليافطه كمان زي ما انتم شايفين على اليمين اهي ربنا يجعلنا باهل اليمين يا رب دي بقى بكل الارقام زي ما انتم شايفين هنطلع مع بعض على طول اول ما نطلع دور واحد هنلاقي مكتب الاخلاص في وشنا على طول بصوا بارقامه في كل حاجه يا جماعه ده الفرع الجديد هتلاقوا هناك اسعار حلوه جدا عنده شعبي ولوكس ونص لوكس عندنا مقاسات لحد 10 اكس حتى الشغل القطيفه كله هتلاقوه موجود هناك ملاحف جاكار
معانا حاجات كريبات، شغل عالي جدا لامهاتي، شغل كتير ما شاء الله، اللهم بارك في المكان. الاسعار دي كلها قطعي، والجمله والكميات هيكون ليها اسعار خاصه، وهسيب لكم كمان لينك التليجرام في اول تعليق مثبت، والارقام موجوده طول عرض الفيديو على الشاشه. ما تبخلوش علينا بقى بلايك وشير، بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.